السيدة زينب كلها مقلوبة على الطبق ده، رحت أشوف إيه الموضوع، أصلها مكرونة بالصلصة يعني، بس كلام في سرك، هما بيعملوا تركية ولا عمرك لا أنتِ ولا أنا عملناها أبدًا، أسكت؟ لا أروح على مطبخي على طول وأجي أقول لك إيه سر الصنعة اللي بيعملوه في الطبق ده، تابعوا معايا الفيديو للآخر وكل اللي بطلبه منكم دعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل، ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. حلة عندك حلوة كده فيها 3 معالق كبار من الزيت، بصلاية كبيرة تكون عندك كده مقطعاها بالشكل ده، تنزلي بالبصلايه وتفضلي تحمريها لحد لما تاخد اللون اللي انت شايفاه معايا ده، وتكون بتقرمش كمان. في نفس الحله هتروحي وتجيبي معلقه كبيره من السكر، السكر، وتفضلي تقلبي في السكر لحد لما يتكرمل ويوصل معاكي للشكل اللي انت شايفاه معايا ده. اول لما يتكرمل السكر هتنزلي بالصلصه، 3 معالق كبار من الصلصه وعليهم كوبايه من الطماطم الفريش اللي انت ضربها في الخلاط، وقلب، وفي الوقت دوت عايزاكي كده تقلبي على هادي شوية. هتضيفي التوابل، ما بيضيفوش توابل يا جماعة، توابل بسيطة جدا جدا جدا، عارفين ايه هي؟ فلفل اسود وكمون وملح، هو ده وبس. قلب تقلبتين، وهنا هتشموا ريحة حلوة جدا يا جماعة، قلبي تقلبتين وبرده على النار الهادية خالص، وروحي بقى ايه اسلقي المكرونة. حل عندك فيها مية بتغلي وتنزلي بالملح، هتنزلي الاول بنص كيس من المكرونة الصغيرة وعليهم نص كيس كمان من المكرونة الاسباجيتي. عايزة تجربي اول تجربة، ما تعمليش الكمية كلها، تكون كمية كبيرة يعني، خليكي ايه جربي في حاجة بسيطة، وتسيبيهم يتسلقوا على النار. في الوقت ده بتروحي للبصل بقى اللي احنا حمرناه في الاول المقرمش زي ما قلتلك، وتفضلي تفركيه كده لحد لما تنعميه خالص ويبقى معاكوا بالشكل ده. طبعا انت هتفتكري دلوقتي ان البصل ده هنضيفه على وش المكرونة كده، لا، تعالي اقولك بقى هيعملوا ايه. بعد ما بتروحي بقى للحلة بتاعتنا اللي فيها الصلصة اللي عمالة تاخد وتدي مع بعضها دي، بتروحي جايبة البصل ده وتروحي ضيفاه على الصلصة، وقلب تقلبتين، وهو ده سر الصنعة، وهو ده سر الطعم الحلو اللي هم متميزين بيه. لو انتوا وصلتوا معايا لحد دلوقتي عايزاكوا تنزلوا حالا في الكومنتات تكتبولي انا بتكلم على محل ايه، محل مشهور جدا في السيدة زينب بيبيع الطبق ده ومفيش حد ما عملهوش ريفيو ولا اتكلم عنه. هتقلبي تقلبتين وتنزلي بالمكرونة من غير ما تصفيها وهتبقى معاكي بالشكل ده. اول لما بتنزلي بالمكرونة بتقفلي النار خالص وهي كده بتكون جاهزة. لو هتكلم على الطعم فالطعم مميز جدا، لا انا قبل كده عملتها بالطريقه دي ولا حتى انت قبل كده عملتيها بالطريقه دي، طريقه مميزه جدا، ودت المكرونه اللي بالصلصه العاديه اللي كلنا متعودين عليها في حته تانية خالص. تغرفي اطباقك الحلوه كده وعملتي اكله موفره بس بطعم جديد وكمان مختلفه. انا كده خلصت فيديو النهارده، لو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير وشير كتير، غير كده وكده منشنوا اصدقائكم اللي بيحبوا المكرونه بالصلصه بس بطريقه مختلفه وجديده. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع